الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وأما الهم فهو مع المشرك صاعدا غير حصر، والفرق أربعة: الاسم المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المفهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأين في الجمع وأين في المكان ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. وما يجري ماشي. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والشرط، والتقييد الصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وإنما يصح الاستثناء. خلاص، خلنا نبدأ في القواعد مباشرة. هذا باب عظيم اسمه باب العام والخاص، وهو من أهم الأبواب الأصولية لتعلقه بمعرفة الأحكام بدلالة السياق. وفي العام قواعد: القاعدة الأولى والتي أريدكم أن تحفظوها كما تحفظوا أسماءكم: الأصل بقاء اللفظ العام على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. الأصل بقاء اللفظ العام على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. الأصل بقاء اللفظ العام على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل. فأي لفظ في الكتاب والسنة ورد بصيغة من صيغ العام العموم، فالواجب عليك أن تبقى على عمومه، وإياك أن ترضى بإخراج فرد من أفراد عمومه إلا وعلى ذلك الإخراج دليل من الشرع. فإن جاء دليل يدل على أن هذا خارج فأخرجه، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد المخصص. فليس لأحد الحق أن يخصص بعض أفراد العام من عند شهوته وهواه أو مزاجه وعلى كيفه. لا، الدين دين الله، فالعام من الأدلة كتابا وسنة لا يخصص إلا بالخاص من الأدلة. فإذا ورد الدليل التخصيص وكان صحيحا صريحا فقل به، وإن لم يرد دليل التخصيص فالأصل هو بقاء العام على عمومه، ولا حق لأحد أن يخصص شيئا أضرب لكم مثالا واحدا فقط، وهو أن طائفة من أهل البدع قالوا بأن حديث الآحاد ليس بحجة في باب العقائد. حديث الآحاد ليس بحجة في باب العقائد، مع أننا لما نظرنا إلى الأدلة كتابا وسنة والتي تدل على أن السنة حجة وجدناها أدلة عامة، لا يجوز تخصيص شيء من أنواع السنة الصحيحة منها إلا بدليل. وبناء على وجوب بقاء العام على عمومه، فأحاديث الآحاد أيضا حجة في باب العقائد، فإن الأدلة وردت عامة من غير تخصيص، لا متواتر ولا الآحاد. فكونهم يخصون الآحاد فيجعلونه غير حجة، فهم يخصون فردا من أفراد الدليل العام، وأين الدليل الدال على هذا التخصيص؟ في دليل؟ فحيث لا دليل يدل على تخصيصه فالأصل بقاؤه مع إخوانه وهم أفراد اللفظ العام. القاعدة الثانية: ما أفاد العموم بذاته أقوى صيغ العموم. ما أفاد العموم بذاته أقوى صيغ العموم. ما أفاد العموم بذاته أقوى صيغ العموم. فعندنا من ألفاظ العام يعني بتروح اتفضل أقوى صيغ العموم ما أفاد العموم بذاته. اسمعوا يا إخوان، دعوا الأقلام قليلا وانتبهوا لي. إن صيغ العموم تنقسم إلى قسمين: إلى صيغة دلت على العموم بدون دخول أي حروف عليها، بل بذاتها تدل على العموم، مثل كل، هل دخل عليها شيء أكسبها العموم، ولا هي بذاتها وتركيبتها العربية تفيد العموم؟ فأي لفظة تدل على العموم بذاتها فهي أقوى صيغة من صيغ العموم. أعطوني مثل كل، مثل إيش؟ سائر تدل على العموم بذاته، قاطبة تدل على العموم بذاته،
جميع أجمعون. فهذه من أقوى صيغ العموم، أقوى صيغ العموم هي. لماذا؟ لأنها اكتسبت العموم بذاتها. وأما القسم الثاني فهي صيغ للعموم لم تكتسب العموم بذاتها بل لدخول أشياء عليها، وهي القواعد التي بعدها. مثال ما دل على العموم بذاته: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. كم من صيغة عموم؟ صيغ كثيرة. ما الصيغ التي تدل على العموم بذاتها؟ كل أجمع. اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم، أهم ملائكة السماء فقط أم ملائكة الأرض والسماء؟ عندك الآن كله. والأصل بقاء اللفظ العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. فالقول الصحيح أن كل من يسمى ملك فقد سجد. طيب إبليس، من إبليس ورد الأمر بخصوصه هو، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ويجي واحد يقول إنه غير داخل في العموم، يقول أد أمرتك، فهو داخل في الأمر ولم غير داخل؟ فهذا أنه من الملائكة باعتبار وصفه ومثاله، أو من الجن باعتبار أصله، لا شأن لنا بذلك. لكن هو داخل معهم، استدوا لآدم، ثم يوم عيا قال إيش؟ ما منعك ألا تسجد إذ إيش أمرتك؟ فإذا أفاد هذا قطع الاحتمال أنه داخل معهم في قول استدوا لآدم. ما اتضحت؟ مش اللي واضح؟ اللي قبل شوية. طيب صح. ومن القواعد: الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تفيد العموم. الألف، جينا عاد للصيغ التي لا تدل على العموم بذاتها بل تدل على العموم بانضمام شيء إليه. الألف واللام الداخلة على المفرد والجمع تفيد العموم. عندنا طفل، هذا مفرد ولا جمع؟ طيب لو قلت الطفل في قول الله عز وجل أو الطفل الذين، الطفل الذين، كيف الطفل الذين؟ صارت كأنها قال أو الأطفال الذين. طيب هي طفل واحد لكنه مفرد دخلت عليه الألف واللام، والمفرد إذا دخلت عليه الألف واللام أفادت العموم، ولذلك لم يقل الذي، لا وإنما الذين. مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، لو كان الإنسان يراد به فرد واحد لقال إلا الذي، لكن لما كان الإنسان مع أنه مفرد موصوف بصفة الجمع الذين دل على أن دخول الألف واللام عليه أكسبته العموم. طيب وكذلك الجمع، الجمع أقل ما يدل عليه ثلاثة، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام فهو يدل على جمع بلا حصر. مثل إن المسلمين لفظ عام، والمسلمات لفظ عام، يدخل فيه المسلمون والمسلمات إلى ما لا نهاية، والمؤمنون إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصاء والقانتين والقانتات إلى آخر الآية، فيها قرابة 10 أصناف، كل صنف منها يدل على العموم بدخول الألف واللام عليه. إذن المفرد يدل على الواحد ما لم تدخل عليه الألف واللام الاستغراقية، والجمع يدل على ثلاثة ما لم تدخل عليه الألف واللام الاستغراقية. فهمتم؟ إذن ما دل على العموم بذاته هذا صيغة من صيغ العموم، ما دل على العموم بالألف واللام من المفرد والجمع صيغة أخرى. خذوا صيغة ثالثة في قاعدة ثالثة: الجمع والمفرد المضافان، الجمع والمفرد المضاف يعم، الجمع والمفرد المضاف يعم. يا شيخ واضحة؟ هما قاعدتان بس جمعناها في قاعدة واحدة، ولا المفرد المضاف يعم والجمع المضاف يعم، لكن جمعناها فقلنا المفرد والجمع المضاف يعم. طيب قال الله عز وجل اذكروا نعمة الله، هل أمرهم أن يذكروا النعم كلها ولا نعمة واحدة؟ اذكروا نعمة الله، هذا المفرد الذي هو نعمة وقد أضيف إلى الاسم الأحسن الله، إذن مفرد مضاف، إذن فكأنه قال اذكروا كل نعم الله، فلا تبرأ ذمتك بتذكر نعمة واحدة.
اذكر ما تستطيع من التذكر من النعم وقرن هذا التذكر بالشكر والحمد. فكيف يقول كل النعم مع أنه قال نعمة؟ نقول هي مضافة، فلما أضافها صار المفرد لم يعد يدل على واحد بل صار يدل على مجموعة. ما الذي أكسبه العموم؟ إضافته. إذن ليس عمومه ذاتي، لا، عمومه تبعي. ومن القواعد ومثل قول الله عز وجل اذكروا آلاء الله، لو ذكر ثلاثة آلاء ثلاث نعم الجواب ما تبرى ذمته، لا بد أن تذكر جميع ما تستطيعه من النعم وتقرن هذا التذكر بالشكر والحمد. اذكروا آلاء الله، ما عاد يفيد ثلاثة، لا، صار يفيد أكثر من ثلاث. ما الذي جعله يفيد أكثر من ثلاث؟ إضافته. فالمفرد متى ما رأيته مضافا عم، ومتى ما رأيت الجمع مضافا فإنه يعم. ومن القواعد أسماء الشرط تفيد العموم، قواعد جميلة جدا والله، قواعد لذيذة تضبط للفقيه، خاصة لمن يسر الله له مراجعتها، يسر الله له استذكارها، ينفعها الله عز وجل بها كثيرا. أما اللي بيصير آخر عهده بها القواعد هو آخر الدورة فهذا لن يستفيد كثيرا. أسماء الشرط كمن من مثل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، إذن يدخل في من؟ المسلم والكافر والبر والفاجر وكل مكلم، من يعمل، فهمتم؟ طيب من بدل دينه فاقتله، يدخل فيه الذكر والأنثى، خلافا للحنفية اللي قالوا إن تبديل الدين إن كان من الذكر فيقتل وإن كان من الأنثى فتسجن. الحنفية تراهم يحبون يحترمون الحرمة شوي، ما عندهم يعني في مسائل الأنثى مشوها كثير، لا يا مرتدة تقتل، كل حكم ثبت في حق الرجال فيثبت في حق الإناث. أصلا ما نحتاج إلى هذه القاعدة، لأن من اسم شرط ولا لا؟ طب وأسماء الشرط تفيد الذكور والإناث، يدخل فيها الجميع، والأصل بقاء العام على عمومه ولا يخص إلا بدليل. طيب وما أيضا تفيد العموم، وهي من أسماء الشرط، انتبهوا، من أسماء الشرط أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، يدخل فيها الحرة والأمة ولا لا؟ أجيبوا ولا لا؟ الحنفية يقولون لا، الحرة لها أن تتزوج بدون إذن وليها، هذا الحديث في الأمة. يا حنافية رحمكم الله سووا خير، ليش تخصون اللفظ العام؟ هذا لفظ عام، والأصل بقاء العموم على عمومه في القول الصحيح مع الجمهور، لأنهم أبقوا اللفظ العام على عمومه، وهؤلاء أخرجوا الحرة فأجازوا لها أن تنكح نفسها بغير إذن وليها رحمهم الله. ولذلك إذا جاء حبلة وحدة وجاب يتزوجها وعيبوها قال روح زوجتك نفسي على مذهب الإمام أبي حنيفة، خل الشايب يقعد يرقد في البيت، يسمونه الزواج العرفي وما أدري يسمونه عنده في البلد. ومن القواعد أيضا إذن من الشرطية وما الشرطية وأين الشرطية ومتى الشرطية وأينما الشرطية، متى ما وردت عليك هالصيغ في الكتاب والسنة اعرف أنها مباشرة تفيد ماذا؟ تفيد العموم. ومن القواعد الأسماء الموصولة تفيد العموم، الذي التي الذين، الأسماء الموصولة تفيد العموم، اللاتي، أما اللذين واللتين ما تفيد العموم لأنها مثنات أصلا، لكن الذي والتي، الذين، اللاتي، كل هذا مما يفيد العموم، مثل الذين يظاهرون من نسائهم، مع أنها نزلت في صحابي واحد ظاهر من امرأته، لكن بقوله الذين دخل معه كل مظاهر. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، مع أنها نزلت في عبد واحد لكنه يدخل معه كل عبد صار صالحا لتكسب المال وتسديد دين النجوم المكاتبة. والذين يرمون أزواجهم، مع أنها نزلت في صحابي واحد لكن يدخل معه غيره، إيش اللي أفاد العموم؟ الذين. فمتى ما مرت عليك الذي التي الذين اللاتي في الكتاب والسنة اعرف أنها من ألفاظ العموم. لله ما
الموصولة، لأن ما تأتي استفهامية وتأتي موصولة، من تأتي استفهامية وتأتي موصولة، لا يضيق خاطرك، موصولة استفهامية كلها عامة، من الشرطية عامة ومن الموصولة عامة، ما الشرطية عامة وما الموصولة عامة، لا يضيق خاطرك، تقول طول علينا كلها ماشي. مثل قول الله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله عز وجل: وسخر لكم إيش؟ ما في السماوات وما في الأرض. إذن الأصل في الأشياء إيش؟ التسخير المقتضي للحل، فالأصل في الأشياء الحل والإباحة أبدا، هكذا الأصول، أصول الفقه تضبط للفقيه فقهه، تجعله يمشي في الفقه والتعرف على الأحكام الشرعية على قانون مستقيم، لا يختل لا يمينا ولا شمالا. ومن القواعد أيضا النكرة في سياق النفي تعم، هذه كلها ترى صيغ العموم، النكرة في سياق النفي، قلتنا النفي تعم، مثل كلمة التوحيد لا إله، فكلمة لا هذا نفي، وكلمة إله هذا نكرة، إذا النكرة في سياق النفي فيدخل فيها جميع ما عبد من دون الله عز وجل، فلا إله مطلقا إلا الله تبارك وتعالى، لا إله مطلقا إلا الله تبارك وتعالى. طيب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وين النفي؟ لا، وين النكرة؟ صلاة، فإذا لا تصح أي شيء يطلق عليه صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حتى صلاة الجنازة التي اختلفوا فيها ما حكم صلاتها، فهي صلاة ولا لا؟ إذا تدخل في هذا العموم، إيش اللي يخص صلاة الجنازة؟ الأصل بقاء العام، اللفظ العام لا عمومه، وهي نكرة في سياق النفي فتعم. طيب، قاعدة أخرى: النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم، كقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وين النهي؟ لا تشركوا. طيب، وين النكرة؟ شيئا، فكلمة شيئا نكرة في سياق النهي فيدخل فيها كل شيء، فما قال لا تشركوا الملائكة ولا تعبدوا معي، لا، قال شيئا، فيدخل فيها العيد، من عبد الملائكة ومن عبد الشمس ومن عبد الأفلاك والقمر والكواكب والسماء والشام، كل كل هذا دائما نفي مجمل يسمونه، لا تشركوا به شيئا. ومن القواعد النكرة في سياق الشرط تعم، فصارت النكرة تفيد الشرط في كم حالة؟ تفيد العموم عفوا في كم حالة؟ في حالة النفي والنهي والشرط، النكرة في سياق الشرط تعم، كقوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني إن لم تجدوا ماء فتيمموا، وين الشرط؟ فلم، هذا شرط ليس نهيا ولا نفيا، فلم يعني فإن لم، طيب تجدوا ماء هذا نكرة، فكلمة ماء هذا نكرة في سياق الشرط فتعم، فلا يجوز لك أن تتيمم ما دام الماء أو ما يسمى بالماء موجود عندك، حتى ولو تغيرت أحد أوصافه بالطاهرات، تغير موية صابون، لكن لا يزال من يراه يسميه ماء فهو داخل في العموم، تتوضأ الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث سميه ماء، فإذا يدخل بهذا العموم ولا ما يدخل بهذا، معليش يدخل بهذا العموم ولا لا يدخل بهذا العموم، فلم تجدوا ماء يدخل في هذا العموم، لم تجدوا ماء فتيمم. السلام. ومن القواعد أيضا: العام يبنى على الخاص، يا الله باب العام طيب جدا، العام يبنى على الخاص، فإذا رأينا الدليل ورد عاما في مكان بحكم، وورد خاصا ببعض الأفراد في مكان، فإننا نخرج الأفراد فإننا نخرج الأفراد التي دل عليها الدليل الخاص بحكم الخاص، ويبقى بقية الأفراد العام على حكمه، مثل: ولا تنكحوا المشركات، إذن يحرم نكاح كل مشركة، هذا عام، لكن ورد دليل خاص يجيز نكاح المشركة اليهودية والنصرانية، فنخرج مقتضى
الدليل الخاص بحكمه ويبقى بقية المشركات على حكم العام. هذا وقولنا العام يبنى على الخاص. طيب، كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذن ليس ثمة شيء يوجب الوضوء إذا كان يطبخ على النار. أي شيء يطبخ على الضوء، على الضوء ما تتوضأ منه. طيب، توضأ من لحوم الإبل، هذا دليل خاص، يخرج لحم الإبل ويبقى ما عدا فقط. فهذا معنى ندخل الدلالتين مع بعض، فنخرج الفرد الذي دل عليه الدليل الخاص ونعطيه حكم الخاص، ويبقى بقية الأفراد اللي ما دل عليها دليل على حكم العام. هذا معنى قولهم لا تعارض بين عام وخاص، لأن العام يبنى على الخاص، أو يعبر عنها بعضهم بقوله الخاص مقدم على العام. فإذا رأيت دليلا عاما في مكان وخاصا في مكان لا تقعد تبتلش تقول شلون في، لا لا، انظر بدلالة الخاص كم فرد أخرج، فأخرجها من العام وعطها الخاص، وبقية الأفراد تبقى على حكم العام. نتوضأ من لحم الغزال؟ لا، لأن لحم الغزال باقي على العام. لحم الخيل؟ لا. لحم الغنم؟ لا. لحم البقر؟ لا. لحم الضب؟ الضب الجميل خلف في بعض الناس تشين نفسها، لا، وخاصة الأسود اللي عليه اللي جيت تشيله كذا العكرة، يخرج ولا ما يخرج؟ طيب، لحم الإبل؟ بس هو الفرد اللي طلعناه ولا الباقي يبقى؟ فهمتم هذا؟ يقول العلماء الأفراد بعد التخصيص حجة، العام على أفراده بعد التخصيص حجة. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص. يا الله، مثل ما قلنا ذكر العام ببعض أفراده تنصيص لا تخصيص. كم رقم القاعدة عندكم؟ 11 في النخل، وين 11؟ فوق المياه، بعد المياه، العام، العام، اي احسنت. لا لا، نعطي رقم عام. يلا، هذه يبي لها قومه شوي. شوفوا، ان عندنا قاعدتين متشابهه، ان عندنا قاعدتين فيها شيء من التشابه، وهي قاعده العام يبنى على الخاص، وقاعده ماذا؟ وقاعده ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص، تنصيص لا تخصيص. يقول الله عز وجل، خلنا في الله عز وجل، يقول قل من كان عدوا لله وملائكته، انتبه، وملائكته، ثم قال عقبها هو جبريل وميكائيل. الآن كلمة وملائكته هذا لفظ عام، لأن جمع مضاف للضمير، فهو جمع مضاف ولا لا؟ والجمع المضاف عام. هل يدخل جبريل وميكائيل في هذا العموم ولا ما يدخل؟ طيب، وش حكم العام؟ من عادى الملائكة فهو عدو لمن يا جماعة؟ هذا حكم عام ولا لا؟ طيب، ثم قال جبريل وميكائيل، طب ما دخلوا سابقا؟ دخلوا، لكن لماذا أفردهم في حكم خاص؟ نشوف ما حكم الخاص. من عادى جبريل وميكائيل فهو عدو لله. هل هناك خلاف بين حكم العام وحكم الخاص؟ فهمتوا الآن؟ صيدوها، صيدوا اللي بقوله. إذا ذكر الخاص بحكم يتفق مع حكم العام فهو تنصيص لا تخصيص. إذا ذكر الخاص بحكم متفق مع حكم العام، إياك أن تعمل بينهما بقاعدة العام يبنى على الخاص. لا، انتبه، اعمل بينهما بقاعدة هذا تنصيص لا تخصيص. يعني كل الملائكة لهم شأن، وخاصة منهم
جبريل وميكائيل، هذول لهم خصصهم الله بالتنصيص للأهمية. أضرب مثال ثاني، أضرب مثال ثاني ألا تتضح لنا؟ اسمع، المهم أن تعرف حكم العام وحكم الخاص. بس إذا كان الحكم متفق، إذا كان حكمهما متفقا، فاعرف أنك تعمل بينهما بقاعدة تنصيص لا تخصيص. وإذا كان الحكم مختلفا، فاعمل بينهما بقاعدة الخاص مقدم على العام. الآن نشوف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ما حكم العام؟ أن الدبغ مطهر للجن. طيب، قال في شاة ميمونة دباغها طهورها، يقول طهورها. طيب، ما حكم الخاص؟ أن الدباغ مطهر للشاة. إذن حكم العام أن الدباغ مطهر، وحكم الخاص أن الدباغ مطهر. هل ذكر الخاص بحكم يخالف حكم العام ولا متفق مع العام؟ إذن هذا تنصيص ولا تخصيص؟ فإذا ذكر الشاة في بعض الروايات من باب التنصيص، بمعنى أن أفضل ما يعمل فيه الدباغ جلد الشاة بس فقط. ليس معنى هذا أن ما عداها كما عمل بعض أهل العلم بأن بينهما تخصيص، هذا خطأ. فقالوا إذا لا يطهر من الدباغ إلا جلد المأكول كالشاة، يقول لا، أنتم عملتوا بينهما مع أن الخاص مذكور بحكم يوافق حكم. ما فهمت. أجيب مثال ثالث، أجيب مثال ثالث. مو واضح؟ اي خلاص، المهم انك تعرف حكم العام وتشوف حكم الخاص. ان خالفه فقاعدة العام يبنى على الخاص، ان وافقه فقاعدة ذكر العام ببعض افراده تنصيص لا تخصيص. اضرب مثال ذلك من باب التوضيح فقط. وجعلت لي الارض مسجدا وايش؟ وطهر. وش حكم العام؟ ان الارض كلها طهور. طيب، من جملة أفراد الأرض التراب ولا لا؟ ففي حديث حذيفة في صحيح الإمام مسلم: فضلنا عن الناس بثلاث، ثم قال الثالثة: وجعل التراب وهو فرد من أفراد الأرض لطهورة. وفي حديث علي عند أحمد: وجعل التراب لطهورة. إذن ما حكم العام؟ أن الأرض طهور. ما حكم الخاص؟ أن التراب طهور. هل ذكر الفرد بحكم يخالف حكم العام ولا موافق لحكم العام؟ فإذا من خصص التيمم على التراب دون سائر أجزاء الأرض أخطأ بالتطبيق الأصولي. ليش؟ لأن الفرد هذا دليل الخاص ذكر بحكم يوافق حكم العام، وهنا نعمل بقاعدة التخصيص ولا التنصيص. فإذا تيمموا على كل أجزاء الأرض، وأفضل جزء تتيممون عليه هو، فهو تخصيص تنصيص. طيب، لن تفهموا هذا إلا إذا ضربنا أمثلة على القاعدة الثانية، مع أن ضربنا أمثلة لا تنكح المشركات. نشوف حكم العام وهل نعمل بينهما بقاعدة كذا ولا بقاعدة كذا. اسمع، وفقك الله وشرح الله صدرك للعلم. قال: لا تنكحوا إيش يا جماعة؟ طيب، وش حكم العام؟ حرمة نكاح المشركة، المشركات، صح؟ عندنا دليل خاص، قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إلى آخره. طيب، هنا يحرم نكاحها ولا يحل؟ شوف الحكم العام الآن: حرمة وهذا حل. الله الله الله، فذكر الخاص بحكم يتفق مع العام ولا يخالفه؟ هنا اعمل بينهما بأي قاعدة، التنصيص ولا التخصيص؟ شكلكم ما فهمتوا. عند القاعدتين أخطأ كثير من أهل العلم في التخريج عليهما. فإذا ذكر العام الخاص خلاصته بحكم يتفق مع حكم العام، فالقاعدة المعمول بها تنصر. وإذا ذكر الخاص بحكم يختلف مع حكم العام، فالقاعدة والسلام عليكم. ومن القواعد أيضا، ولا أذان باقي؟ بسم الله. ومن القواعد أيضا، ما في مشكلة، تكفى لا تسألني عنها. كيف؟
لا، هذا يقال في شرحها يا أبوي، لا في لفظها، لأن يفترض أن من يسمعها فاهم هذا التفصيل، فهمت؟ لأن كلما اختصرنا في ألفاظ القاعدة كلما كان حفظها أسهل، فالمفترض أن اللي يسمع هالقاعدة عارف متى تطبق هذه وعارف متى تطبق هذه. ومن القواعد أيضا الاستثناء إذا تعقب جملا عاد لجميعها إلا بقرينة. الاستثناء إذا تعقب جملا عاد لجميعها إلا لقرينة. الاستثناء إذا تعقب جملا عاد لجميعها إلا لقرينة. وأنا أنصح بالشرح على الصبورة في بعض المسائل الأصولية حتى تثبت. الاستثناء إذا تعقب جملا عاد لجميعها إلا ل... تسمحوا لي أقوم على الصبورة أضرب بس المثال وأعود أجلس. ها؟ تحليلك أنت كل شيء موافق عليه، ممتاز، ما في شيء ممنوع. اللي يحلل كلش بيحطونه مفتي، ما عاد يحبون الناس، ما عاد يحبون كلمة حرام. شيء جماعة، يقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينتفع إلا زانية. شو الآية بعدها؟ زاني لا ينتفع إلا زانية والزانية لا ينتفع إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. اسمع، فاجلدوهم 80 جلدة، ثم قال ولا تقبلوا لهم شهادة. وين الأسود؟ وين الأسود راح؟ شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون. كم ذكر الله عز وجل من جملة ثم قال إلا؟ إلا الله عز وجل ذكر جملا من أول شيء جلدهم 80، هذه أول عقوبة. العقوبة الثانية لا تقبل لهم شهادة أبدا، هذه عقوبة ثانية. والثالثة وأولئك هم. طيب ثم جاء بالاستثناء، إذن استثناء تعقب جملا، فهل الاستثناء هنا يقول إلا الذين تابوا فيسقط عنهم الجلد ورد الشهادة والفسق، ولا ما يسقط عنهم إلا الجملة الأخيرة اللي جنب الاستثناء فقط؟ هنا قولان للأصوليين. فمذهب الجمهور أن الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يرجع للجميع، والحنفية رحمهم الله قالوا إن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد للقريبة دون البعيدة. ولذلك الحنفية إذا تاب عندهم القاذف سقط فسقه لا رد شهادته، سقط فسقه لا رد شهادته. ليه؟ لأن الاستثناء ما يرجع إلا للأخيرة. قالوا أيها القاذف اسمح لنا، شهادك ما في قبول، لكنك طيب وجيد والاحترام ولا تنفع، فأسقطوا عنه بس الفسق. الجمهور ايش قالوا؟ قالوا نسقط عنك الا ايش؟ الحد. لا، الحد هذا توبتك لك بينك وبين الله، لكن الحد حق للقاذف للمقذوف، فنحن نطبق عليك. لكن اما الفسق فيسقط، واما رد الشهاده فيسقط، لان الجمهور عندهم ان الاستثناء يتعقب جملا عاد للجميع. ما فهمت شيء؟ ها؟ فهمت شيء؟ ما فهمت شيء؟ مثال ثاني، يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، عفواً قال لا يبع، لا يبع، الله يهديكم، لا يبع المسلم على بيع أخي، هذه الجملة الأولى. ثم قال ولا يخطب على خطبة أخي إلا أن يأذن. كلمة إلا أن يأذن هذا استثناء، ها، مسبوق بجملة وجملة ثانية. هل إلا أن يأذن يعني باعتبار الخطبة ولا باعتبار البيع؟ لا، عند الحنفية وش رأيكم؟ عند الحنفية بس في الخطبة، بس إذا سمح لك وقال أبد ترى الحمام أنا ما عاد أبيها أتذكر ودك تروح لا خطبة، لكن البيع يقول لا، لابد من دليل آخر. لكن عند الجمهور
أن الاستثناء إذا تعقب جملا فإنه يعود لجميعها. والقول الصحيح قاعدة ولا قاعدة الحنفية؟ خذوها دائما، أنه متى ما اختلف الجمهور والحنفية في التأصيل فيكون الحق مع الجمهور. إذا اختلف الحنفية والجمهور، بسم الله عليك في الملس هلا في استاذ الملك فهد. لا عندنا جمهوري، الجمهور معناها الكثرة، أكثر العلماء. أنا معك والله، اللي معك أنا من العصر وأنا معك. مؤسسات علمية الشرعية. طيب المطلوب مني أحل وشو؟ إيه هذا الجمهور، هذا لجماهير العلماء. بتعدد بيطيل الوقت. إيه خلنا في درايسنا، جعلك تسلم، خلنا في جمهورنا اللي عندنا ما رحيل، ونخلي جمهور المسلمين الله ربي يبلي والبيت ربي يحمي. وش يا حبيبي؟ أي قاعدة أكملها وأكمل أبوها معها؟ وش وينها؟ إلا لقرينة، قرينة تدل على أن ما يعود إلا إلى الأولى أو ما يعود إلا إلى الآخر، ما في قرينة عودة للجميع وبس. القاعدة التي بعدها، تخصيص المنقول بالمنقول جائز عقلا وواقع شرعا. تخصيص المنقول بالمنقول جائز عقلا وواقع شرعا، يعني أن الكتاب يخصص الكتاب، والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب، والسنة تخصص السنة. فعندنا أربع صور: تخصيص الكتاب بالكتاب وله أمثلته، وتخصيص الكتاب بالسنة. من يعطيني الثالثة؟ تخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، ولكل واحدة منها صورها. ومن القواعد أيضا الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. انتهينا من قواعد العامة بشرك. الأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. فما ورد من الأدلة كتابا وسنة مطلقة فلا يجوز لأحد أن يتعرض لها بالتقييد إلا وعلى ذلك التقييد دليل من الشرع. فأي إنسان يزعم تقييد مطلق من مطلقات الشرع كتابا وسنة فهو مطالب بالدليل الدال على صحة هذه الدعوة. فإن جاء بدليل القيد صحيحا صريحا فعلى العين والرأس يعتبر تقييدا صحيحا. وأما إذا لم يأتي بدليل التقييد فإن قوله مردود عليه، أنه مردود عليه مع كمال الاحترام والتقدير. وللعبد الضعيف رسالة في شرح قاعدة العام في 100 فرع والإطلاق والتقييد، لأن قواعد الأصول عندكم 5 قواعد كبرى في الأصول. في الأصول 5 قواعد ينبغي لك أن تهتم بها اهتماما خاصا: الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية، عفوا يفيد الوجوب والفورية، هذه قاعدة كبرى وفي رسالة في شرحها في 100 فرع لأنها من أصول العلم الكبرى. القاعدة الثانية: النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم والفساد، وفي رسالة في شرحها في 100 فرع لأنها أصل كبير عند أهل العلم. الثالثة: العام يبنى على الخاص، وللعبد الضعيف رسالة في 100 فرع أيضا. القاعدة الرابعة: المطلق يبنى على المقيد، وأيضا في 100 فرع القاعدة الخامسة وهي مهمة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة. والله لو ضبطت أيها الأصولي هالقواعد الخمسة ضبطا سوف تحصل من العلم ما لا تستطيع تحصيله في سنين عدد. بس اضبط نفسك عليها وعرف أدلتها وأجد كيفية التخريج والتفريع عليها، فبإذن الله سوف تحصل خيرا عظيما وتكون راسخا في العلم. وين عيد؟ لا ما عيد، خلاص موجودة في الرسائل في موقع صيد الفوائد. اللي لي أنا ما حد يقرأ، والله أنا نكتب الليل والنهار بس ما حد يقرأ، ما أدري شو، ما طبيعت، ما في فلوس، يجيب الله مطر نبي فلوس، ما نبي.
ومن الفوائد ومن القواعد أيضا فوائد ومن القواعد أيضا هذا شرح درس الحديث ومن الفوائد ومن الفوائد. فإذا أي إنسان يدعي قيدا بلا دليل فاردد كلامه، من ادعى قيدا فليأتي بدليل يدل على صحة هذا التقييد. أضرب لكم مثالا بسيط، الأدلة في المسح على الخفين وردت مطلقة ولا لا؟ طيب من قيدها بكونها صفيقة فهو يزعم قيدا، أين الدليل على هذا التقييد؟ ولذلك القول الصحيح جواز المسح على الخفين الشفافين. طيب ومنهم من يقيدها بأن لا تكون مخرقة، أين الدليل على هذا القيد؟ ما في دليل. فإذا القول الصحيح جواز المسح على الخف المخرق ما دام يمكن متابعة المشي فيه. ومنهم من يشترط أن تكون من جلد، أين الدليل على هذا القيد؟ ولذلك فالقول الصحيح جواز مسح الجوربين والخفين أيا كان نوعهما وجنسهما. ومنهم من يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، طيب أين الدليل على هذا القيد؟ الأدلة مطلقة ما في هذا الشرط، ليش تقيد الناس بقيود ما عليها دليل؟ ولذلك بالقول الصحيح أنه يجوز المسح عليها كالزربول ولو لم تثبت إلا بشده، مثل المسطار، المسطار حق العسكريين ما يثبت إلا بشده ولا لا بخيوط، هذا يمسح عليه يمسح عليه. فإذا كلها الشروط اللي ينص عليها الفقهاء في مسألة المسح على الخفين هي قيود لا دليل عليها، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل. أعطني دليل. طيب منهم من قيدها باليوم والليلة المقيم، نقول نعم قيد مقبول لوجود الدليل، ثلاثة أيام بلياليها المسافر، العين والرأس وجود دليل، أن تكون مسبوقة بطهارة كاملة، يا مرحبا وأهلا وسهلا، قيد مقبول. ليش قبلنا هذا وردنا هذا؟ دليل، ما نمشي إلا مع الدليل، وجد الدليل على القيد أهلا وسهلا، ما وجد الدليل والله لو يقولها أكبر العالم. كلام العلماء يستدل له لا به، مع كمال الاحترام والتقدير له ولقوله، لكن أعتذر عن قبول، أنت لست الله ولا رسول الله حتى أقبل تقييداتك بلا دليل. ومن القواعد أيضا صرف الكلام عن معناه، الراجح أو نقول الظاهر، عبر بأي عبارة شئت، لأن الراجح هو الظاهر، إلى المعنى المرجوح بلا دليل تحريف. صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بلا دليل تحريف. الجواب تحريف، هذا التحريف ترى جواب، صرف الكلام عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بلا دليل تحريف. فالذين صرفوا اليد عن معناها الراجح وهي اليد الحقيقية لله إلى النعمة والقدرة بلا دليل، هؤلاء حرفوا لم يؤولوا، بل يسمى فعلهم تحريف لا تأويل، يحرفون الكلمة عن مواضع، لأنهم صرفوا الكلام عن معناه الراجح إلى معناه المرجوح بلا دليل ولا قرينة تدل عليه. الذين صرفوا نزول الله في ثلث الليل الآخر إلى نزول أمره أو ملك من ملائكة أو نزول الرحمة، هؤلاء انصرفوا من ظاهر الكلام الراجح إلى المعنى المرجوح بلا دليل، فإذا فعلهم تحريف وليس تأويلا. فإذا كل من انتقل عن ظاهر الكلام الراجح إلى معنى آخر لا يدل عليه دليل ولا قرينة ففعله هذا يسمى تحريف. إذن أهل البدع حرفوا لم يؤولوا، فتسمية فعلهم تأويلا هذا من التساهل معه، لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، لكن سمه بما سمه به النص، سمه بما سماه به النص، وهو إن فعلكم هذا تحريف تحريف. قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضع. عندنا قاعدة تقول بس مهي بأصولية عقدية، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، لا تعدل عن اللفظ الشرعي، ما دام الشرع عبر عنه بلفظ لا تقعد تستبدل لفظ الشارع، عبر عن هذا المعنى الشرعي بنفس اللفظ، فتعبير الشرع أحسن من تعبيرك أنت. التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، هذا الانتقال عبر عنه الشارع بالتأويل ولا بالتحريف؟ إذن عبر عنه بالتحريف، لا تقول الله لا شبيه له، لا، نفي المشابه لم يرد في الكتاب والسنة، الذي ورد في السنة نفي المثيل ليس كمثله، فإذا لا تقول الله لا شبيه له، عبر بعبارة النص، عبارة النص واضحة وصحيحة عندك، ليش تتركها وتروح لعباراتك أنت؟ التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، فعبر بنفي التمثيل لا تعبر بنفي التشبيه. هذه نصيحة لكم يا جماعة، أن التعبير بألفاظ النصوص أولى، وقد شرحت في موضع آخر بأدلتها وفروعها. ومن القواعد أيضا
الإجمال مفتقر إلى بيان، الإجمال مفتقر إلى بيان، وهذا في مبحث الإجمال المجمل والمبين. فالدليل المجمل هو ما افتقر، هو ذلك الدليل الذي يفتقر إلى بيان بعض متعلقاته، إلى بيان بعض متعلقاته. والإجمال في اللفظ الشرعي يدخل في ثلاثة أشياء، الإجمال في اللفظ الشرعي يدخل في ثلاثة أشياء: يدخل الإجمال في الصفة فتنزل العبادة بلا صفة فتكون مجملة باعتبار صفتها فتحتاج إلى بيان صفة، وتكون أحياناً في مقدارها مثل وآتوا الزكاة مجمل، إيش الأموال الزكوية وكم المقدار الزكوي فيها فنحتاج إلى أدلة أخرى توضح هذا المجمل باعتبار مقدار، وأحياناً يكون مجملاً ويحتاج إلى تعيين أحد معنيين، بمعنى أن يكون مجملاً يدل على معنيين فلا ندري الشارع يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى، فنحتاج إلى مبين مستقل منفصل حتى يبين لنا إرادة أحد المعنيين. إذن هناك مجملات تحتاج إلى بيان الصفة، وهناك مجملات تحتاج إلى بيان المقدار، وهناك مجملات تحتاج إلى بيان. أضرب مثالاً واحداً مختصراً على كل واحد: أقيموا الصلاة، لما نزلت هذه الآية وفرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، هل كان يعرف وقتها أعدادها، أعداد الركعات؟ هل كان يعرف وقتها أوقاتها؟ الجواب لا. فإذا كلمة أقيموا الصلاة مجملة تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان صفة، فجاءت الأدلة مبينة لصفة الصلاة فعلا لما صلى على المنبر في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، وقولا كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في حديث المسيء صلاته، فصفة الصلاة بينت قولا وبينت فعلا. إذن هل صار هذا مجملا؟ لم يزل مجملا ولا بين؟ إذن بين، فكان مجملا قبل البيان ومبينا بعد التبيين. كلمة المقدار، طيب آتوا حقه يوم حصاده، الله عز وجل أمر بإعطاء الحق من الخارج من الأرض، آتوا حقه، هذا مجمل ولا لا؟ هل مجمل في صفته ولا في مقداره؟ نحتاج إلى بيان هذا المقدار، ما مقدار الحق الواجب عند حصاده؟ فجاءت الأدلة تقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفي سنن أبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: وليس فيما دون خمس أواق من ورق، عفوا، من خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة، وكذا في صحيح مسلم من حديث جابر. الشاهد إذن بعد بيان المقدار لم يعد قوله وآتوا حقه يوم حصاده مجملا. طيب التعيين كقوله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العرب أطلقت القرء على الطهر وأطلقت القرء على الحيض، فإذا كلمة قرء مجمل، هل الله يريد الأطهار ولا يريد الحيض؟ والمدة ترى تختلف، لو خليناها تعتد بالأطهار صارت ترى المدة عليها طويلة، لأنها بتطلق في طهر ما تعده، اصبر لي تحيض ثم الطهر الثاني هذا واحد، ثم تحيض والطهر الثاني ثالث، لكن لو حيض بسيطة خفيفة عليك، صحيح ولا لا؟ ها؟ فيك النوم؟ زين طيب، فإذا نحتاج إلى دليل يحمل هذا اللفظ المجمل يا على هذا يا على هذا، طيب ليش ما نحمل عليهم؟ لا، اللفظ يحمل على معنيه إذا لم يتنافيا وكانت النتيجة واحدة، لكن لو حملناه على الطهر تنافى مع حمله على الحيض، لو حملناه على الحيض تنافى مع حمله على الطهر، فإذا لابد من ترجيح أحد المعنيين بدليل خارج. فلما نظرنا الأدلة الخارجية وجدنا الأدلة تدل على ترجيح الحيض، فإذا ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتجلس على الصلاة أيام أقرائها. والحديث حسن، قال إيش؟ إيش قال؟ لتجلس عن الصلاة أيام أقرائها. طيب المرأة تجلس أيام عن الصلاة في أيام الطهر ولا في أيام الحيض؟ فوصف الحيض بأنه قرء، فعرفنا أن القرء المذكور في الآية الذي كان مجملا أن المقصود به الحيض. ما شاء الله ما شاء الله.
فهمتم؟ إذن هذه مجملة. إذن صار كل مجمل يفتقر إلى مبين. ولذلك إيش تقول القاعدة؟ تقول القاعدة المجمل مفتقر إلى بيان. فإن كان الإجمال في الصفة فافتقاره إلى مبين يبين صفته، وإن كان الافتقار الإجمال في المقدار فيحتاج إلى مبين يوضح هذا المقدار، وإن كان الإجمال في التعيين فيحتاج إلى دليل خارج يحدد أحد المعنيين المجملين. وأقسم بالله ثم أقسم بالله ثم أقسم بالله عشرة أيمان إنه لم يبقى في الكتاب والسنة لفظ مجمل، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بيّن مجملات الشريعة كله، فصار الإجمال شيء نسبي لضعف البحث لا شيء ذاتي في العدل. صح ولا لا؟ إياكم أن تتهموا رسول الله أن هناك مجمل لم يحصل له. وظيفته على مدار 23 سنة نبي كلا ليبين للناس ما نزل، ليبين للناس، فيبين صفات عباداتهم ومقادير عباداتهم ويعين المجملات. فهل مات وبقي مجمل يحتاج إلى بيان؟ الجواب لا. لو كان مجمل واحد لا يزال محتاج إلى بيان لما كان قد بلغ البلاغ المبين، ولكان تبليغه ناقصا. هل أحد يتهم رسول الله بهذا؟ إذن طيب كيف نقول إن هناك مجملات باقية؟ أو الأصوليون يقولون بقي الإجمالات، نقول إجمالها نسبي عرضي لا ذاتي من أصل. الدليل مبين بس هو ما يدري وين البيان فيه. الدليل مبين لكن هو نفسه لا يدري، بدليل أن ما هو مجمل عنده ليس بمجمل عند غيره. إذن الإجمال بالنسبة له فهو إجمال نسبي. أنتم معي ولا لا؟ داخل النوم؟ نوقف الدرس خلاص؟ هو إجمال نسبي. طيب عرضي إذا جاء من كسب إجماله وعلمه ودله على الأحاديث المبينة زاد الإجمال، فلو كان ذاتيا في الدليل لما زال مطلقا. فإذا لم يبقى إلا الإجمال النسبي العرضي، وأما الإجمال الذاتي في نفس الدليل والله ما فيه شيء منها أبدا. وإني أتحدى من مقامها أن يأتينا إنسان بآية أو نص ويقول هذه مجملة لا أدري في المقصود منها، أتحدى إلا ونبين له أن الإجمال نسبي. أنت لو بحثت في الكتب شوي وقرأت التفاسير إذا كان لآية، أو قرأت شروح الحديث إذا كان الإجمال في حديث، تتبين لك أن العلماء بينوا أن هذا الإجمال يشرحه قوله كذا وأحاديث كذا. طيب الرسول يبين لنا الأشياء بثلاث طرق، أشياء مجملة بينها بقوله فقط، وأشياء مجملة بينها بفعله فقط. ومجملات بينها باثنين كلمة، فهناك مجملات مبينة بالقول فقط كمقادير الزكاة بينها بقوله، وهناك مجملات بينها بالفعل كصلاة الكسوف، قال فإذا رأيتموهما فصلوا، كلمة فصلوا مجملة، شلون صلي؟ يوم انكسبت الشمس صلى فعلا، فإذا بين هذا الإجمال بفعله فقط، بفعله فقط. أنتم معي ولا لا؟ وهناك مجملات بينها بقوله وبفعله أيضا، كالمواقيت بينها بقوله كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وبينها بفعله في حديثين في صحيح مسلم من حديث بريدة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى، وفي سنن أبي داود من حديث ابن عباس لما أمه جبريل عند البيت مرة. ما اكتفى الله عز وجل ببيان المواقيت في الفعل بل بالفعل والقول، بل نزل جبريل بنفسه يبينها، فلما صلى في يومين، اليوم الأول صلى في أوائل الأوقات واليوم الثاني صلى في أواخرها، التفت لمحمد وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. ما عاد فيه مجمل يا جماعة خذوها مني، وأنا أقسمت عليها عشرة أيمان، ما عاد فيه إجمال ذاتي، لم يبقى إلا المجملات النسبية العربية. ومن القواعد أيضا ومن القواعد ايضا ولا تقرا لنا شوي مثل ما قرينا شكلنا تعديناك اقر يلا يلا خليه يقرا خليه يقرا كم رقم القاعده تفضل
قال رحمه الله: والاستثناء وإخراج ما لولا ولدخل في الكلام، فإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيئا. وش اللي بعده؟ الباب اللي بعده خلاص الاستثناء، وهذه خلصنا منها. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ابدأ اقرأها يلا. قال رحمه الله تعالى: فبيع صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على غير واضح، كلامه واضح جدا. تبي تكمله ولا نقوم نشرح بس؟ ها؟ أحسن. يتكلم عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. أجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع الذي سنبحثه بقواعده أفعال الشارع، يقصد بالشارع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قسم العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل من الأقسام. الفعل الأول الأفعال الطبيعية الجبلية، الطبيعية الفطرية يسمونها، أو الطبيعية الجبلية. مثالها كالأكل، هل يأكل لأنه رسول الله ولا لأنه بشر؟ إذن أكله لأن لبشريته. الشرب لأنه بشر. القيام، القعود لأنه بشر. النوم لأنه بشر. البول لأنه بشر. هذه الأفعال الطبيعية الجبلية ما قاعدتها؟ انتبه، تكون عبادة بهيئاتها ونياتها. فالغائط في ذاته ليس عبادة، ولكن صفة إيقاعه عبادة. والنوم في ذاته ليس بعبادة، ولكن صفة النوم عبادة. والأكل في ذاته ليس عبادة، ولكن صفة الأكل عبادة. أنتم معي؟ فإذا هذه الأفعال الطبيعية يكون الاقتداء به لا في ذواتها، وإنما في هيئاتها نقتدي به فيها. فما مجال الاقتداء به في الطبائع والجبلات؟ في الهيئات لا في الذوات. في الهيئات لا في الذوات. انتهينا من هذا النوع؟ طيب، القسم الثاني ما وافق به عادات قومه كاللباس، فقد كان يلبس ما يلبس قومه، والأكل فقد كان يأكل ما يأكل قومه، والبناء الذي بنى به بيوته فقد كان يبني بما يبني به قومه، والمركوب الذي كان يركبه قومه. انتبهوا لهذا اللي أقولها الآن، أرجوكم تنتبهوا. القاعدة في هذا أن السنة تعتبر في موافقة القوم لا في عين الفعل. شلون هذا؟ أن السنة تعتبر في موافقة القوم لا في عين الفعل، بمعنى أن السنة هي تغطية الرأس ولا لا؟ وقد كان رسول الله يغطي رأسه بإيش؟ بالعمامة. هل كان يغطيه بالعمامة لأنها عمامة ولا لأنها مشهور ما يغطي به قومه عادة؟ طيب، إن الآن وش السنة لنا أن نغطي رؤوسنا بماذا؟ لأنه وافق قومه في العمامة، فإذن هو لم يختر العمامة لذاتها حتى نقول هي سنة في ذاتها، وإنما اختارها لأنها عادة قومه. فإذن السنة في هذا ليس في عين ما يغطى به وهي العمامة، وإنما السنة في عادات القوم. الآن لو يجيني واحد يبني بيته بطين أقول مو بصحيح، أنت مخالف للسنة. ليش؟ لأن عادات القوم الآن يبنون بإيش؟ المسلح بالأسمنت والبلد. الرسول ما اختار الطين لذات الطين، وإنما لأن عادة القوم يبنون بهذا النوع من البناء. فأنت الآن السنة في حقك لا أن تنظر إلى عين ما فعل، وإنما تنظر إلى عادات القوم. كان يلبس القميص والإزار لا لذات القميص والإزار، وإنما لأن القوم يلبسونه. طيب، نحن الآن نمشي الثوب في مصر لبس كذا، في المغرب لبس كذا، فمن وافق عادة قومه في اللباس فإنه حينئذ وافق السنة في هذا القسم الثاني. طيب، الآن ما رأيكم لو رجال يجيب خيل ولا حمار ويمشي في شوارع المسلمين على طريق من الثلاث؟
يقول انا اريد ان اقتدي بالسنه لان النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار، مقبول هذا من شرع ام غير مقبول؟ ليش غير مقبول؟ من يعطي لي العله؟ اسالكم بالله ليش؟ ترى هذه القواعد يسمونها فقه العلم. يجيك واحد معرد فيما في عين المرقوب لا في عله اختيار المرقوب. هنا السنه في العله، لما اختار الحمار؟ لانه مركوب قومي. لما اختار البغل؟ لانه مركوب قومي. لما اختار البعير؟ لانه مركوب قومي. يجينا واحد القرن العشرين ومركوب القوم سيارات يركب حمار، واللي يركب خيل ها يطيرون السيارات، هذا كلام. فهمتم الان؟ واحد من الشباب الله يهدي جاء ولبس عمامه، وهو عندنا البس عمامة. قلت وراء يا حبيبي تلبس عمامة؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة. قلت أنا عندي واكر، لكن هل اختار العمامة لذات العمامة ولا لأنها ما يغطي به قومه ورؤوسهم عادة؟ فطبعا عادة الشباب تحت حماس بدون علم ولا تقصد. ما ادري اسمح لي اشرح لك المسألة، اشرح لك المسألة في نفس المجلس حلها وعود حلها بكرة، هي ذات راسك بس انها حاطها عمامة. فإذا ينبغي تفهيم هؤلاء بأن القسم الثاني ليس السنة فيه أن نوافقه في عين فعله، وإنما نوافقه فيما في أي شيء، في موافقة عادات الفقه. لا لا اترك إطالة الشعر، وهذه أن الأفعال التي اضطربوا هل هي تشريعية ولا بتأتينا قاعدتها أن كل فعل شككنا في تحديده تحت الأقسام الخمسة فالأصل أنه تشريع. نروح للفعل الثالث، مش قاعدة هذا؟ قاعدة السنة فيه موافقة عادات الفقه. ترى كل قاعدة لها رقم مستقل، عادات القول. إذن هذا الاقتداء به في هيئاته ونياته، وهذا الاقتداء به في، فتقول ما وافق فيه عادات قومه فالاقتداء به في موافقة عادات القول، في موافقة عادات القول. ترى الدين يفهم بهذه الصورة. غير يقولون بعض الشباب المتحمس اللي يقتدي به وتلقاه ينوم عن صلاة الليل، اللي من المتفق على أنه اللي كان يفعل. تعلق في العمر. تذبح لا ترى حبيبي والله يقول الدافع ترى لهم محبة الرسول ومحبة وإحياء سنة السلف، بس إنهم على أمانة. الأفعال الخاصة، هذا نوع من أفعاله، الأفعال الخاصة. أنتم معي هذا ولا لا؟ الأفعال الخاصة كالزواج بأكثر من أربع والنكاح بلا احتياج ولي خالصة لك من دون المؤمنين وغيرها من الأفعال الخاصة. ما قاعدتها؟ التعبد لله باعتقاد خصوصيتها به. الأفعال الخاصة يتعبد لله، الأفعال الخاصة يتعبد لله باعتقاد خصوصيتها به. الأفعال الخاصة يتعبد لله عز وجل باعتقاد خصوصيتها به. طيب بقينا في الفعل الرابع وهو أعظم أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو أقوى أفعاله، وهو الأصل في أفعاله، وهو الفعل كأفعال الحج. هل فعلها طبيعة ولا وافق بها عادات قومه ولا خاصة ولا تشريعية؟ أفعال الحج، أفعال الصلاة، أفعال صلاة الكسوف، أفعال الوضوء والطهارة. يقول ابن تيمية كل ما لا تعلم صفته إلا من قبل الوحي فهو عبادة، كل ما لا تعلم صفته إلا من قبل الوحي فهو عبادة. طيب هذا الفعل التشريعي إذا ثبت أن التشريعي هل يفيد الوجوب ولا يفيد الند؟ هنا قال عندك في أول فقرة أفعال الشارع تفيد إيش؟ ها؟ عندك ماذا قال؟ القربة والطاعة. إذن القول الصحيح القاعدة فيها تقول أفعال النبي هذه قاعدتها تفيد الندب الشرعي. أكيد أكيد أفعال النبي عليه الصلاة والسلام التشريعية، أكيد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية تفيد الندب، يعني أي فعل فعله ولم يأمر به قولا فإنه في دائرة
المشروع ندبا في دائرة المشروع ندبا كرفع اليدين ووضعهما على الركبتين في حال التشهد، وكالنافلة القبلية والبعدية كلها أفعال فعلها ولم يأمر بها بأعيانها قولا، فكل فعل فعله ولم يأمر بعينه فإنك تقول بأنه مفيد للندب. انتهينا من قاعدتها؟ طيب بقينا في فعل خامس. هذا الفعل الخامس أنا لا أريد أن أسعدكم به كثيرا، لكن يقولون الفعل المجمل، وهو فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لبيان المجمل ما فعله بيانا للمجمل، كصلاته للكسوف وهي فعل بيان لقوله فإذا رأيتموهما فصلوا، فما حكم هذا الفعل الذي بين به هذا المجمل؟ وكأفعال الصلاة التي فعلها على المنبر لبيان قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هناك أفعال فعلها بيان لمجمل، فما حكم هذا الفعل؟ قولوا الفعل الذي بين به المجمل تابع للمجمل في حكمه. الفعل الذي بين به مجمل تابع أو تقول يتبع المجمل في حكمه، فإن كان المجمل واجبا فالفعل الذي بين به واجب، وإن كان المجمل يفيد الندب فالفعل الذي بين به يفيد الندب، لأنه مبين له، والمبين له حكم المبين، المبين له حكم المبين، فهمتوا هذه؟ المبين وهو الفعل له حكم المبين وهو القول، فإن كان القول يفيد الوجوب فالفعل يفيد الوجوب، وإن كان القول يفيد الندب فالفعل يفيد الندب. أنا أشوف عيونكم تقول ما فهم، فأضرب لكم مثال على بيان فعل بين به مجمل وهو واجب وفعل بين به مجمل وهو منكم. قال الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا في قول عامة أهل العلم يفيد ماذا؟ يفيد الندب. طيب أولم يصلي الرسول خلف المقام وقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أوليس هذا الفعل بين به مجمل؟ طيب ما حكم فعله؟ مندوب، لأن القول أصلا المجمل مندوب، فهنا فعل بين به قولا أو مجملا مندوبا فيكون الفعل مندوب. مثال ثاني يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، هذا مجمل ولا لا؟ من الذي بينه بفعله؟ الرسول، فكان كلما فعل فعلا قال لتأخذوا عني مناسككم، فما حكم أفعال الحج التي بين بها المجمل بقوله ولله على الناس واجبة؟ لما جعلتها واجبة يا هيثم؟ لأنه مبين بين واجبا، والمبين يتبع الحكم. فإذا الفعل الذي بين به المجمل لا نقول بأنه مندوب مطلقا ولا نقول بأنه واجب مطلقا، وإنما نقول هو تابع للقول المجمل، فإن كان القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب، وإن كان القول المجمل يفيد الندب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الندب. وهذا خلاصة ما قرره العلماء الأصول رحمهم الله في مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. كم صارت أفعاله؟ خمس. أما الطبعية الجبلية فقاعدتها أن التعبد في هيئاتها لا في نياتها، وأما إيش؟ في هيئاتها ونياتها. ماذا قلت أنا؟ أخطأت وأصبتم عنه. وأما ما وافق به عادات قومه فالتعبد يكون أن توافق عادات قومك ما لم يكن حراما طبعا. وأما الأفعال الخاصة فأن تتعبد قاعدتها التعبد لله باعتقاد خصوصيته لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأما الفعل التشريعي فقاعدته أن الأفعال التشريعية تفيد الندب والاستحباب. وأما الفعل المجمل فقاعدته أنه يتبع إيش؟ المجمل، فإن كان المجمل واجبا فالفعل واجب، وإن كان المجمل ندبا فالفعل ندب. هل فهمتم ولا ما فهمتم؟ أسألكم بالله فهمتم؟ طيب الآن سؤال الشيخ، أنت سألت ولا؟ طيب في شيء سؤال زين، شوف يقول إذا فعل النبي فعلا وعجزنا
هل يدخل تحت هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا خذ قاعدة، خذ قاعدة في الأفعال التي تدوخ فيها، خذ قاعدة في الأفعال التي تدوخ فيها. الأصل في أفعالك التشريع فلا نخرجها عن موضوعها إلا بقليل. الأصل في أفعال واضحة؟ الأصل في أفعاله التشريع فلا تخرج عن موضوعها إلا بقليل. الأصل في أفعاله التشريع فلا تخرج عن موضوعها إلا بقليل. يعني بمعنى، بمعنى ذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، هذا فعل منهم من قال إنه فعله من باب الموافقة غير المقصودة، ومنهم من قال هو خاص به، ومنهم من قال هو تشريعي. ولا لا؟ طيب الأصل أنه ماذا؟ تشريعي. هذا القول لا توقف. متى ما اختلف العلماء في نوع الأفعال هل يدخل تحت هذا ولا هذا ولا هذا، على طول دخلا تحت التشريع. بدليل لقد لا قال لقد كان لكم في رسول الله فهو الأصل أنه أسوة، فلا نخرجه عن هذه الأسوة إلى طبيعي أو موافق أو خاص إلا بدليل. إلا بدليل. مثال آخر، مثال آخر، تربية الشعر. من أهل العلم من قال إنما فعلها موافقة لعادات قوم، ومنهم من قال لا بل فعلها تشريعا. والله ما في قرينة تدل على أنها من جملة ما وافق به عادات قوم أبدا. ولذلك بالقول الصحيح عندي أن اتخاذ الشعر وإكرامه ودانه من جملة السنة. قال وشعورنا اتخذنا ليه؟ لا ترجع محلها على طول. الإجرام تحرير الإجرام وين هذا ثابت فيه؟ إيه والله أنا ما أدري على الحديث، أنا ما أحضر من الحديث فيها والله أعلم. والله اللي ما أدري، ما أريد أتكلم بشيء أجهله، أنا ما أدري جاهل في المسألة والله الله أعلم. أنا ما أدري والله يا أخوي ما أدري والله، هذا ما أدري عن الحديث، ما أدري عنه، أنا أجهل أجهل. أخي على فرض صحته يكون الأصل فيه أنه فعل تشريعي إلا إذا ورد دليل يخرجه عن موضوعه. خلاص انتهينا؟ طيب خلص؟ كم صار القاعدة عندكم؟ 90.